أعلن البنك المركزي أن جهوده خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تحقيق تطور ملموس في محور التمكين الاقتصادي للمرأة، وأكد البنك المركزي ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة ليصل إلى 62.7%، وذلك بنهاية ديسمبر 2023، إذ بلغت أعداد السيدات التي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات نحو 20.3 مليون سيدة من إجمالي 32.3 مليون سيدة في الفئة العمرية 16 سنة، فأكثر بمعدل نمو 244%، وذلك مقارنة بالعام 2016. وأضاف البيان أن فعاليات الشمول المالي للمرأة أتاحت نحو 1.2 مليون منتج للسيدات، تتضمن فتح 630 ألف حساب بنكي و175 ألف محفظة ذكية، بالإضافة إلى إصدار 420 ألف بطاقة مسبقة الدفع. شهد تقديم الطلبات والتسجيل ببوابة الاستثمار الأجنبية التي تم إطلاقها الشهر الماضي شهدت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين والشركات، ذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المستثمرين. البوابة تتيح للمستثمرين خدمة التقدم بطلب الاستعلام عن الفرص الاستثمارية أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، وذلك لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة بالدولار تحويلا من الخارج. أكدت الحكومة أن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وسبل الإدارة الحديثة لاستثمار الأصول وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها واستغلالها لخدمة الاقتصاد. وخلال لقاء مع ممثل التحالف المصري الإيطالي أحمد قناوي، أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أنها منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة يأتي في إطار رؤية متكاملة للتطوير يرفضها قطاع البترول نابعة من رؤية مصر 2030. وأوضح الملا على هامش انعقاد الجمعية العمومية لشركة جاسكو للعام المالي 2023، أوضح أن مصر لديها مقومات تأتي في مقدمتها الشبكة القومية للغاز الطبيعي والتي تغطي كافة أنحاء مصر، يتم تطويرها وتنفيذ مشروعات التدعيم ورفع الطاقة الاستيعابية لها، وذلك بصورة منتظمة. وفي سوق المال مشاهدينا، أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم، وذلك بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب ليصل إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من العام، وسط تداولات بلغت 6 مليار و 400 مليون جنيه. ربح رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى تريليونين و 76 مليار جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 5.11% مغلقا عند مستوى 30542 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 2.1% مغلقا عند مستوى 7445 نقطة، فيما أيضا صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 2.81% مغلقا عند مستوى 10525 نقطة. طرح مفاوض الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لتمويل أجهزة رئيسية في الحكومة خلال الفترة المتبقية
من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، إذ يواجه المشرعون تهديدا آخر بالإغلاق الجزئي حال فشلوا في التحرك بحلول يوم الجمعة المقبل. قال زعيم الأغلبية الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شامر، قال إن التشريع يحدد مستوى إنفاق تقديري قدره تريليون وستمائة وستين مليار دولار، ذلك للسنة المالية 2024. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى دينا ونوها، فإليكم. شكرا جزيلا لك رجائي.